اهلا بحضراتكم من جديد. في شخص مهم جدا لازم نقوله النهارده، كل سنه وانت طيب، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي بيحتفل النهارده بعيد ميلاده. كابتن سيد بدات مسيرته مع القلعه الحمراء في الفريق الاول اواخر موسم 96 97 لحد ما اعتزل موسم 2005 2006. خلال المسيره دي اللي استمرت 10 سنوات لعب 207 مباراه وسجل 33 هدف وحقق الحقيقه انجازات كتير جدا، مش بس كلاعب كمان كمدير كره بالنادي الاهلي. مسيره كبيره جدا وان شاء الله يزيد لها انجاز جديد قريب جدا، هو تتويج ببطوله دوري ابطال افريقيا التاسعه. كل سنه وانت طيب يا كابتن سيد.